متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أيام قليلة قدمنا لكم في فيديو سابق عددا من الصفقات التي قامت بعض الأندية بحسمها قبل افتتاح فترة الميركاتو الصيفي، وكان من بينها صفقة انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونخ، ماكيني إلى يوفنتوس بشكل نهائي، وديفيد ألابا إلى ريال مدريد. واليوم سنواصل حديثا عن صفقات أخرى حسمتها الأندية أيضا بشكل رسمي، بحيث سنقدم لكم تقريرا جديدا بأقوى 10 صفقات تمت رسميا هذا الصيف، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. بريان بروبي إلى لايبزيغ. النادي الألماني أعلن في مارس الماضي تعاقده مع النجم الهولندي الموهوب بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع ناديه السابق أياكس، على أن ينضم للفريق بداية من يوليو المقبل، وبعقد يستمر حتى عام 2025. ولمن لا يعرف بروبي، فهو مهاجم يبلغ من العمر 19 عاما ويتمتع ببنية جسدية قوية إضافة لقدرات تهديفية رائعة، ما دفع البعض لمنحه لقب لوكاكو الجديد. وكان النجم الشاب قد نشأ مع فريق العاصمة الهولندية وسجل مشاركته الأولى مع الفريق الأولي في أكتوبر الماضي، ليخوض معه 19 مباراة بعد ذلك، أحرز خلالها 6 أهداف، كما كان قد توج مع منتخب هولندا تحت 17 عاما بلقب اليورو مرتين. إيميرسون إلى برشلونة. بهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق، توصل برشلونة لاتفاق مع ريال بيتيس لاستعادة لاعبه السابق إيميرسون رويال بشكل رسمي مقابل 9 ملايين يورو، بعد أن لعب الأخير لمدة 2.5 سنين بقميص الفريق الأندلسي بموجب اتفاق بين الناديين أشبه بالإعارة لكن بمقابل وبنود تعاقدية معينة. وانضم صاحب 22 عاما والذي يشغل مركز الظهير الأيمن لبرشلونة في يناير 2019 قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، قبل أن يتم نقله إلى ريال بيتيس للاعب كمعار مقابل 6 ملايين يورو، مع وضع بند يسمح للبارسا باستعادته مقابل 9 ملايين يورو. وشارك إيميرسون مع بيتيس في 79 مباراة على مدار 2.5 سنين، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10، قبل أن يعود للبارسا ليكمل عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2024. فيكايو توموري إلى ميلان. بعد أن قضى المدافع الإنجليزي نصف موسم بصفوف ميلان كمعار من تشيلسي، قرر النادي الإيطالي الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية، مستغلا بند أحقية الشراء الموجود في عقد الإعارة. وتمت الصفقة مقابل 29 مليون يورو دفعها الروسونيري للبلوز، على أن يرتبط اللاعب بعقد مع النادي مدته 4 سنوات ينتهي في صيف 2025. ولعب صاحب 23 عاما بقميص ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي بعدما انتقل له على سبيل الإعارة في ميركاتو الشتاء، وشارك توموري مع وصيف دوري الإيطالي في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدف وقدم مستويات جيدة دفعت النادي لشراء عقده. عيسى ماندي إلى فياريال. بحثا عن تحد جديد بطموحات مختلفة، انتقل المدافع الجزائري من ريال بيتيس إلى فياريال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأندلسي. وسيرتبط ماندي ابن 29 عاما بعقد مع الغواصات الصفراء لمدة 4 مواسم حتى صيف 2025، علما بأنه كان قد انتقل إلى ريال بيتيس في صيف 2016 وخاض معه 173 مباراة على مدار 5 مواسم، قدم خلالها مستويات مميزة للغاية، كما كان محط أنظار أندية كبيرة قبل أن ينجح فياريال في خطفه مؤخرا. جانلويجي بوفون إلى بارما. بعد مضي 20 عاما على الرحيل، يعود أسطورة حراسة المرمى إلى نادي بدايته، حيث أعلن بارما تعاقده بشكل رسمي مع بوفون في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس. ورغم أن النادي الناشط بالدرجة الثانية لم يكشف عن تفاصيل عقد صاحب 43 عاما، إلا أن شبكة سكاي سبورت أكدت أنه وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف 2023. أما فيما يتعلق بالراتب السنوي فلن يتقاضى حارس يوفنتوس
الحراس السابق نفس راتبه الذي كان يتقاضاه مع البيانكونيري والبالغ 1.5 مليون يورو، وذلك بسبب معاناة بارما المادية. وكان بوفون قد بدأ مسيرته مع بارما عام 95 وقدم نفسه للعالم بصفوف الفريق، كما توج معه بثلاثة ألقاب قبل أن يرحل عنه عام 2001 إلى يوفنتوس لتبدأ رحلته التاريخية مع عملاق تورينو. إيريك غارسيا إلى برشلونة. بعد أشواط طويلة من المفاوضات نجح برشلونة أخيرا في حسم صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني الشاب بشكل رسمي ومجاني قادما من مانشستر سيتي بعد نهاية عقده، وسيرتبط صاحب 20 عاما مع البارسا بعقد مدته 5 مواسم مع وجود شرط جزائي يقدر ب400 مليون يورو. وكان غارسيا قد نشأ بأكاديمية لاماسيا التابعة لبرشلونة حيث انضم لها عام 2008 واستمر حتى 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ليقضي هناك 4 مواسم تدرج خلالها بين الفئات السنية للفريق حتى وصل للفريق الأول في 2018، لكنه أبدى رغبة في العودة للبارسا منذ الموسم الماضي في ظل اهتمام الأخير بخدماته، وهو ما حدث بالفعل. إيدنسون كافاني مانشستر يونايتد. مع اقتراب نهاية الموسم المنصرم ارتبط اسم المهاجم الأوروغوياني بالانتقال إلى بوكا جونيورز خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، قبل أن يقرر المدرب النرويجي أولي سولشاير الإبقاء على اللعب، وطلب من إدارة الفريق التجديد له لمدة موسم آخر، خاصة بعد تألقه خلال الموسم الفائت وتسجيله 17 هدفا وصناعته 6 آخرين في كل المسابقات. وبالفعل أعلن مانشستر يونايتد تفعيل بند في عقد اللاعب يتيح للنادي تمديد العقد لسنة إضافية ليستمر تواجد صاحب 34 عاما في أولد ترافورد. سيرجيو أغويرو إلى برشلونة. نجم آخر ينضم إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، وهو المهاجم الأرجنتيني المنتقل إلى البلوغرانا مؤخرا بشكل مجاني وبعقد يمتد لموسمين، وذلك بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي. كما يوجد بند في عقد اللعب مع البلوغرانا يتضمن شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو. ورحل صاحب 33 عاما عن مان سيتي بعد سنوات طويلة من التألق وكتابة التاريخ، حيث حقق العديد من الإنجازات والبطولات، كما أصبح الهداف التاريخي للنادي. ومع نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم أراد أغويرو التجديد والاستمرار لفترة أخرى مع سكاي بلو، لكن كان للإسباني بيبي غوارديولا رأي آخر. جورجينو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان. بعد أن كان قريبا للغاية من ارتداء قميص برشلونة، تغير كل شيء بتدخل من باريس سان جيرمان الذي نجح في إقناع اللاعب وغير وجهته من كامب نو إلى حديقة الأمراء ليعلن حصوله على توقيعه بشكل رسمي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ليفربول. وسيرتبط صاحب 30 عاما مع سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024، كما سيتقاضى راتبا سنويا بقيمة 8 ملايين يورو، وهو ضعف الرقم الذي عرضه برشلونة للظفر بخدمة اللاعب. وقيل أيضا أن الأخير حصل على مكافأة توقيع، وربما كان الجانب المالي المذكور السبب الأهم الذي دفع فينالدوم لتفضيل عرض نادي الباريسي على نظيره الكاتالوني. مونفيس ديباي إلى برشلونة. بعد إيمرسون، غارسيا وأغويرو، برشلونة يضم رابع صفقاته الصيفية، وبطلها المهاجم الهولندي صاحب 27 عاما الذي انضم للفريق الكتالوني بشكل رسمي لمدة موسمين حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ليون. وجاء التعاقد مع ديباي بطلب من المدرب رونالد كومان الذي سبق وأن حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، لكن تعثرت الصفقة بسبب بعض الأمور المادية، وحينها فضل البارسا الانتظار حتى ينتهي عقد لاعبي من أجل التوقيع معه مجانا. وكان ديباي قد رفض كل محاولات التجديد من قبل إدارة ليون، وكانت رغبته هي خوض تجربة جديدة بصفوف برشلونة. يذكر أن اللاعب شارك في 40 مباراة مع ليون في الموسم المنقضي، سجل بها 22 هدفا وصنع 12. فما رأيكم بصفقات برشلونة؟ هل تعتقدون بأنها كافية وتغطي الخصاص الذي يعاني منه الفريق؟ أم أن البارسا بحاجة لمزيد من الصفقات؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة.
ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.